أفزعتني يا رجل. ماذا تفعل يا سيدي عند حوائجي؟ ماذا أفعل يعني؟ أبحث عن شربة ماء. الماء عندك، تفضل. اللعنة على العتمة. اللعنة على العتمة. معك حق. صباح الخير. صباح الخير. هاك الحال. كما قلت لك يا حبيبي، صار الخروج إليك بنفسه. أي هبل هذا؟ يا سيدي، أنا لم آتي بحركة، وأنت كنت مستيقظا، وهذا ما يحيرني. قلت لك أصدقني القول، أنت لم تكن منتبها أبدا. يا مرحبا أيها الشامي. أهلا بك يا عرسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تحمل لنا يا أبا حسن؟ حملي بسيط وفقير، نحن عائدون إلى الشام، وأنت تدرك الفرق. ماذا يعني هذا الكلام؟ نحن ندفع حين نمر بمضاربكم، فماذا تريد مني هنا؟ تعرف ما أريد، إما أن تدفع بنفسك أو يدفع عنك أحد المسافرين. لا يجوز أن تنكر العهود يا عرسان. حسنا، لن أنكرها ولن أخذ منك شيئا. سوف أبحث عن من يدفع بدلا عنك. البدو منتشرون بكثرة في هذه الأنحاء. سيدي كان يتجنب الاحتكاك بهم، فرغم أنهم يغزون بعضهم بعضا وتدور بينهم حروب طاحنة، إلا أنهم ينصرون بعضهم على الغرباء، وصاحب القافلة لابد أن يدفع لهم تجنبا للمشاكل أو يدفع أحد المسافرين. ما شاء الله، تبارك الله. ما سيدك أيها السائس؟ ولمن هذا الحصان؟ أبعد يدك عنه يا سيدي، إنه للمقدم حميدي، وقد أرسله لصاحبه الشام. أين هو هذا المقدم حميد؟ أريد أن أكلمه. كلمه في مصر يا سيدي، إنه في مصر، وقد أرسلني مع الهدية. هدية؟ هدية؟ قال هدية. لقد وصلت الهدية. ليس لهذا الحصان سوى صاحب واحد، هو أنا. أن؟ ويحك أيها السائس اللعين، ألا تعرف أن أكون؟ الحصان أمانة يا سيدي، أمانة. وقد وصلت الأمانة، فتخلى عنها واحتفظ بحياتك. دعه وشأنه يا شيخ العرب، إنه سائس المسكين والحصان أمانة. الحصان سوف أخذه، أما أنت أيها السائس اللعين فسوف أقتلك لوقاحتك، رغم أن حياتك لا تساوي درهما واحدا. اقرأ على روحك السلام. لا تستعجل المنية يا رجل وتراجع. السائس المتلعثم أصبح يتكلم بلسان فصيح. أهو السيف الذي تحمله؟ أم إنه الخوف قد صحح لسانك؟ وبلسان فصيح أقول لك، احفظ روحك، فأنت تواجه الزيبق ابن حسن رأس الغول. وأنا عرسان بن دعسان بن شيخ قبائل البدو، وسأخذ الحصان كائنا من تكون. كنت متأكدة
أعلن عن نفسه بصريح العبارة. لا أريد أن أقتلك. اذهب في حال سبيلك. واحفظوا أرواحكم، لستم مثل زيبة في صاحب شرطة مصر. قاهر الشجعان، جهزوا أنفسكم للرحيل بسرعة. هيا تفرقوا، جهزوا أنفسكم للرحيل، هيا بسرعة. سامحك الله يا بطل، لما أخفيت عنا وجودك؟ مت تعرفني الآن. إذا عرف البدو بمقتل ابن شيخهم هلكنا. لم يترك لي خيارا كما رأيت. لا يجب أن يعرف البدو بالأمر حتى نصل إلى الشام. ادفنوا القتيل واحجزوا البقية وأطلقوهم حين تصلون إلى الشام. وماذا عنك؟ دلني على الطريق وسأسافر وحدي. بعرضك يا زيبق لا تتركنا الآن، نحن بحاجة لوجودك. وجودك معنا ضمان وحماية لنا. إذا نفذ ما قلته لك. حاضر. وليعتني أحد السائسين بحصان. ماذا سنفعل الآن؟ ما لم يستطع أن يفعله الأناسي. تقتل؟ هل تعرف هذه الأنحاء جيدا؟ مررت بها من قبل، لن نتوه. ماذا كان اسم القتيل؟ عرسان، ابن الشيخ دعسان. حسنا، هيا بنا. إلهي ماذا سنفعل؟ إنه ابن شيخ البدو. إذن استعجل الرحيل قبل أن يغيروا عليكم. هيا هيا. حاضر حاضر. اللعنة اللعنة. بسرعة انزل هذا السوار. هيا هيا أسرعوا إذا كنتم تريدون الوصول بسلامة. هيا قد يصل البدو في أي وقت. هيا بسرعة بسرعة. لن تكون هناك وقفات طويلة وستكون الاستراحات قصيرة. هيا هيا يجب أن نصل إلى الشام بسرعة بسرعة. هيا أسرعوا. آنستي، كنت أتمنى، أرغب، أريد، كنت أود. فتاح، أنا مدين لك باعتذار. انظري، لست مدينا لي بشيء. بلى بلى، أرجوك أن تقبل اعتذاري. كنت أقصد التظاهر، لم أقصد إخافتك. ما فعلته لم يكن ظريفا، واعتذارك متأخر، غير أنني أكره الفضول والتظارف. كيف حالك يا ابنة أختي؟ رأيت مناما أقلقني. خيرا إن شاء الله. أما زالت الطريق طويلة يا خال؟ نهارا وليلة. حسنا، لأنني بدأت أمل المتظارفين.
متدمرة، لكنها آنستي. ألن يشك في غيابنا؟ لا يهم، فكر فقط بإيجاد طريق إلى قبيلة الشيخ دعسان. سنجدها عندما نعثر على بدو عابرين في الطريق، هم سيرشدوننا إلى مضارب القبيلة. وإذا لم نعثر عليهم؟ أعرف أعراما قريبين منهم. حسنا، هيا. تخير أقصر الطرق. الطرق الأقصر تكون خطيرة في الغالب. لا بأس من بعض المجازفة، اختر طرقا غير متوقعة. ثق بكلامي ولن تندم. حسنا حسنا. تثير الضجيج أيها الأنسي، ألا توجد في نفوسكم ذرة من الرحمة؟ أتريدون أن أفقد عقلي بحبسي منفردا؟ حسبتك معتادا على حياة الكهوف والمغاور. لم أكن يوما وحدي، فإذا كنتم تعجلون نهايتي فالأفضل أن تشنقوني بدل أن تحبسوني منفردا، أو سأبقى أضرب هذا الباب حتى أموت. سألبي لك طلبك على أن تكون غايتك الصحبة والمؤانسة ولا شيء آخر. أعانني الله على ظلمكم. كفاك ضجيجا أيها الأناسي، سأبعث إليك برجال من أمثالك. لم تروا بعد ما سيفعله الأناسي. هل الأمور على ما يرام؟ التحق بنا من تخلف عنا إلا مسافرين اثنين، أخشى أن يتوها عنا. أرسل من يبحث عنهما. أخبرت الجميع أننا لن ننتظر أحدا. وهل ثمة في غيابهما ما يقلق؟ إنهما تاجر شاب وأمه. ذلك التاجر لم يترك رجلا في القافلة لم يعرض عليه عملا، وبعضهم يسأل عنه وعن غيابه. أغلب الظن أنه تهرب من وعوده، لكن لما يفعل ذلك؟ هيا فلننطلق. هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. رأينا النار فاتجهنا نحوها. أهلا وسهلا بضيوف الرحمن. أين وجهتكما؟ إلى مضارب الشيخ دعسان. تفضلا بالجلوس، فأمامكما رحلة طويلة. أهلا وسهلا، تفضلا. هل هي بعيدة من هنا؟ إيه بعيدة جدا، إنهم يرحلون إلى تخوم الشام في مثل هذا الوقت من السنة. وماذا تفعل أنت هنا وحدك؟ أنا راع، ومضارب قبيلتي ليست بعيدة من هنا. سأحضر لكما بعضا من اللبن والحليب. ليتنا بقينا في القافلة. فات الأوان، لا يمكننا الالتحاق بهم، سينكشف أمرنا إذا فعلنا. يجب أن نصل إلى الشام قبلهم. هذا محال،
لا خيار لدينا سوى أن نسير في إثر القافلة، إلا إذا أقنعنا البدوي أن يصير دليلاً لنا. أهلاً وسهلاً. أهلاً أهلاً بقاصدي الشيخ دعسان، تفضل. أهلاً وسهلاً. سلام. هيا. أنا ذاهب في تجارة إلى الشام، ومن الممكن أن أحتاج إلى بعض العمال. أنا سائس خيل يا سيد. هل سائس خيل؟ لا أدري، لا أدري إن كنت أحتاج سائسا. ورحمة الله وبركاته. دليلة، ما بها دليل؟ كانت معنا وتخلفت عنا. هنيئاً مريئاً. فات الأوان على اللحاق بها. أدرك هذا. ما يحز في نفسي أن سيفي كان قريباً مني ولم... اللعنة عليها من ماكرة. لما تظن أنها تخلفت عنها؟ ربما خافت أن أكشفها، أو ماذا؟ أو أنها تريد نقل خبر مقتل البدوي إلى ذويه. يا رب السماوات والأرض، يجب أن نختصر الاستراحة. سنمضي في الحال. هيا جهزوا أنفسكم للرحيل، هيا بسرعة بسرعة. تبا لك أيها الأناسي، كان يجب أن أشعر بها. الله، ظفرت يا ظافر، والله ظفرت. بيرام، أفق يا بيرام، بيرام. بيرام.
أنت قلقة عليها، ليس كذلك؟ أخاف أن تورط نفسها في المتاعب. لا يهنأ العيش لدليلة دون متاعب. يجب أن ترسل لها بعض رجال. فكرت في الأمر ولم أجد منه جدوى. لا تقلقي يا ابنة أختي، لن تعجز دليلة عن إيجاد العون، وحين تحتاج عونا منا ستجده. ذلك السيف لعنة يا سيدتي، لعنة. إذا خسرنا السيف خسرنا كل شيء. اللعنة على ذلك السيف. إذا لم نجد مطية أو أحدا يقلنا فنحن هالكان لا محالة. رفض المسافرون أن نسلك الطريق المختصر. إذا تخليت عنهم لن أحصل على درهم واحد. أنت لا تريدني أن أخسر، أليس كذلك؟ لا بكل تأكيد. أخشى إذا سلكنا الطريق المعهود أن يهاجمنا البدو. إذن لابد من السير في الطريق المختصر. وماذا عن المسافرين؟ لا يعرفوا أي طريق يسلكون. يمكنك الاعتماد علي إذا ما تعرضنا لأي هجوم. أنا واثق أن دليلة كانت في القافلة وهي الآن تحرض البدو علينا، لذا يجب أن نصل إلى الشام بسرعة. حسنا حسنا، سنشد الرحال في الحال. هيا جهزوا أنفسكم للسفر. هيا جهزوا أنفسكم للرحيل بسرعة بسرعة. هيا هيا بسرعة. ألم تقل لي إنك تعرف هذه الأنحاء جيداً؟ أين هي معرفتك؟ وهل كنت أتوقع من ذلك اللعين أن يغدر بنا؟ يجب أن نجد مطية وإلا هلكنا. كف عن تذكيري بذلك، هذا الكلام يوهن العزيمة. مطية! أين ذهبتما؟ ألا تدركان مخاطر السير في الصحراء؟ أيها الغادر اللعين، احذر يا هذا وإلا أذقتك طعم الموت برمحي. كف يا بيرم ولنرى ما يريد. امرأة حكيمة، اربطي يديه وأحكم الوثاق. حمل سيفك إذا كنت تريد المتابعة، فأنا لا أقتل عسلاً. الزيبق فارس، ولولا وعدي لك ما تركته في تلك الحال. إياك أن يسحرك الزيبق أيها الأناسي، ودعني أضمن لك مقام المقدم في الشرطة. سأضمن ذلك بنفسي. لم تنجح وحدك. إذا كان كلام الخال صحيحاً يا مولاي فأنا أيضاً مخدوع بهذا الصعيدي. من أنت يا هذا؟ من أنت؟ اعترف، تكلم.
حيرتني هذه الأصباغ والأتربة فطفقت عائدا. يقتلني الفضول لمعرفة الغاية منها. هذه هي مهنتك؟ التربص بالناس ودس المخدر باللبن ونهبهم. اسمي ظافر، فأستمتع بالظفر مهما كانت الوسيلة. والآن أريد أن أعرف الغاية من هذه الأصباغ، وإلا تركتكم لوحوش الصحراء. هو ما الضمان ألا تفعل بنا ذلك إن أخبرتك بسر الأصباغ والأتربة؟ نعقد اتفاقا؟ معك أنت أيها الغادر؟ استغفر الله، استغفر الله. كف يا بيرم. اسمع كلام سيدتك يا بيرم، لقد بدأ صبري ينفد. دعك منه وكلمني، ما هو الضمان؟ لا ضمان عندي، لم أعد مهتما بالأمر. الحق علي أنني عدت من أجل أصبغة وأتربة. هو ماذا عن الذهب؟ إنها أتربة وأصباغ أصنع منها إكسيرا يحول الفضة إلى ذهب. ما هذا الهراء؟ الذهب الذي سرقته منا ليس ذهب، إنه من صنع ذهب مغشوش. إنه ذهب حقيقي واضح كعين الشمس. أنا خيميائية لا نظير لها، ولن أستغرب عجزك عن التمييز بين الذهب الحقيقي والمغشوش. لا أصدق أنك تعترفين لهذا الوقت. لا تخف يا بيرم، لا تخف، ما أزال أحتفظ بسر المزيج. فهل أنت مستعد الآن لعقد اتفاق معنا يا ظافر؟ أيعقل ألا يكون ذهبا؟ لها من مفاجأة سارة. هكذا أصبح بيتك إذن. أهلا بك يا أم علي. كنت ذاهبة إلى السوق فقلت أمر وأرى بيتك. بيتك يا أم علي يبدو أنه قارب على الانتهاء. هذا صحيح، فقد استعجلت أعمال الترميم كثيرا. واضح، ولمن تترك شؤون الشرطة؟ أمور الشرطة في خير، فحميد هناك ينوب عني في كل شيء. أنا قلقة على علي يا سالم، وصحة أبي في تدهور مستمر. إذا أردت مني أن ألحق به فسأفعل. لولا خشيتي أن يكره ذلك لطلبت منك أن تفعل. أكون ممتنة إن استقصيت أخباره. هذا واجبي يا أم علي، فعلي كولدي، لهذا أسألك أنت لا سواك. إن تسنت لك رؤية أبي فحاول أن تقنعه بترك شؤون القضاء. جسده العجوز بدأ يخونه. وما ألعنها من خيانة؟ لا تبدو لي قلقا منها، ما زال في العمر بقية. مبارك بيتك. مبارك عليك يا أم علي. هيا يا رجال. أيها الوالد. بيرم. يمكننا أن نتفق الآن، ما رأيكما؟ اسمعني يا ظافر، من مصلحتنا جميعا أن نتعهد على الصدق. نحن بحاجة دليل يوصلنا إلى مضارب الشيخ دعسان الذي يشتري منا الذهب.
وأنت تكون شريكنا. لما لا نبيعه لشيوخنا آخرين؟ ثمة مضارب أخرى. لأنني اتفقت مع الشيخ دعسان على هذا الذهب، فأنا لست بحاجة إلى إقناعه بشرائه. سنكون مضطرين لذلك مع الشيوخ الآخرين، وقد يكشفنا أحدهم. ثمة خيميائيون فاشلون يفشون سر المهنة. وما الضمان ألا تغدر بي في الطريق أو عند مقابلة الشيخ دعسان؟ لن نفعل، مع أنك تستحق ذلك، لكننا بأمس الحاجة إليك لتوصلنا إلى الشيخ دعسان. فإذا كشفت سرنا أمامه خسرنا حياتنا جميعا وخسرنا الذهب، فقد بعناه كميات كبيرة. أنا موافق، ولكن بشرط أن أحتفظ بالسيف والأصبغة والأتربة كضمة. لا بأس، لا بأس إذا كنت ستحافظ عليها. بدونها لا نستطيع أن نصنع ذهبا. وماذا عنك؟ موافق، طالما سيدتي موافق فلننطلق في الحال. إذن سأهيئ الزاد والدوار. تتركين السيف والأصبغة معه؟ ولم لا، سيوفر عليك حملها. أقسم إنني لم أفهم شيء. لا تقلق، دعه يوصلنا ويحمل لنا متاعنا، أترك الباقي علي. آمل ألا يكون الزيبق قد سبقنا. غطي وجهك يا زينب، لا يجب أن يعرف أحد أنك عدت دون دليلة. أصاب سيدي، غطي وجهك يا آنستي. أصبت يا فتاح. حاضر يا آنستي. يا سيدي، أنت شريكنا يا ظافر، لكنك منذ اللحظة دليلنا وحسب إلى أن نصل مضارب الشيخ دعسان. اعتمد علي. هيا إذن. هيا هيا. صاحب شرطة مصر واسمه المقدم علي الزيبق، وقيل لي إنه لعب على مقدم مصر وأخذ منه المقام، وغلب صاحب شرطة بغداد وتسبب بطردها من مصر. غلب دليلة؟ غلب صاحبي شرطة مصر وبغداد ولم يبقى أمامه إلا صاحب شرطة الشام كي يلاعب. هل عرفت مكان إقامته؟ في بيت أبي الحسن الشامي. تفضل يا زيبق. أشكرك، لن أطيل البقاء هنا يا أبا الحسن، سأغادر مع أول قافلة إلى بغداد. قد تكون دليلة في الشام، وحينها تستعيد سيفك ولا تضطر إلى الذهاب إلى بغداد. أريد مواجهتها في بغداد كي تكون هزيمتها منكرة. قد تضطر للبقاء عدة أيام ريثما أجد لك قافلة، ولا أظنك تغادر الشام قبل أن تراها جيدا. سأفعل ذلك دون شك. أريد منك ثيابا شامية، أفضل أن أبقى مجهولا قدر المستطاع. لا أضمن ذلك،
المسافرون لا يكتمون أمرا، فكيف يكتمون أمرك وأمر البدو الذين أسرناهم؟ هل أطلقت سراحهم؟ أعطيت كل واحد حصانا وزادا، يعلم الله كيف ستكون العاقبة. لا تقلق يا أبا الحسن، لا تقلق، الجميع رأى ما حدث وأنا أتحمل المسؤولية بوجودي أو بغيابي. هل أنت واثق أن دليل ستلحق بك إلى بغداد؟ سأذهب إلى بغداد سواء لحقت بي دليل أم لم تفعل. إذن ثمت أمر آخر، تصبح على خير. إذن وأنت من أهلي يا أبا الحسن. لذلك أنت مجنون. كنت سأجن حقا لو دخلت هذا البيت ولم أكلمك. وأنا فرحت لرؤيتك، ولن أسمح لتهورك بأن يفسد علي فرحتي. عد إلى العمل في الحال قبل أن يدخل علينا أحد. لا يهمني أحد سواك. علي؟ ما أعذب اسمي حين تنطقين به. علي؟ الله، سأصرخ إذا لم تخرج. تفعلينها حقا؟ حسنا حسنا، سأذهب، لكنني عائد إليك قريبا. لا تغامر بحياتك يا علي. أتخافين على حياتي؟ أخاف عليها منك. أحبه. ويلي، الويل لقاتل ولدي. إن هذا الرجل سرق خاتمي. عن أي خاتم تتكلم؟ ولن أخطو خطوة واحدة من هنا قبل أن تصنع أمامي قطعة من الذهب. لن أدفن ولدي في دياره إلا بعد أن أدفن الزيبق مكانه. إنه الزيبق يا مولاي، لقد غادر الشام. غادرها؟ ويحك يا امرأة، ما هذا الخبر الذي تنقلينه؟ قلت لك إنه سيغدر بنا. اشتريت هذا العبد مع فرس أصيل في الخارج ليحملها لكم، ويمكنك أيضا أن تهديهم إياه إذا شئت. بيرم، بيرم، انهض يا بيرم، انهض، لقد حلت علينا مصيبة. دية ولدي 5000 دينار، وقبلها قاتل ولدي المسمى زيبق. فإن رفض البدو الدية، هل نشن حربا عليهم من أجل هذا الزيبق؟ ردوا لهم هديتهم، لا أكون دعسان بن عرسان إذا قبلت بأقل من رأس الزيبق.